الحضور ديالكم لأول مرة، تقدر تعرفنا ب داكوغ. تحية للمستمعين الكرام. بالنسبة لي أنا بدر سعد، ودادي، محب ودادي، يعني فاعل في بين محبي فريق الوداد الرياضي. يعني كنت قبل نشيط في لي غادين، غير ذلك الدراري راه كيعرفوني. يعني ارتئينا مؤخرا اننا نتجمعوا حنا كوداديين، يعني احرار مستقلين لا منتمين لاي جمعيه لاي اي اي هيئه مسنده للفريق الوداد الرياضي. الا اننا علاش السبب؟ لاننا تجمعنا وخلقنا واحد التكتل وداديين لا منتمين لاي هيئه رسميه. علاش؟ لاننا بالنسبه لنا حنا مابقاتش عندنا الثقه في اي هيئه رسميه، لا كوميتي ولا جمعيات. جلها كنقولش كلها، جل الجمعيات. يعني ملي كنقول جمعيه كنقول جمعيات، ما كنقولش اشخاص ممكن تكون عندك علاقه خاصه بهم. يعني مابقاتش عندنا واحد الثقه. او علاش؟ لان كلشي هاد الجمعيات وهاد الهيئات الرسميه مابقاتش عندها واحد القوه اقتراحيه. لان فريق الوداد الرياضي ولا كيبان لنا، لان على الاقل حتى بيانات مابقاتش كتخرج مضاده للاعلام الرخيص اللي كيهاجم فريق الوداد الرياضي، فريق الامه وفريق الحركه الوطنيه غير ذلك، فريق التاريخ اللي كيبصم التاريخ القديم ديال المغرب. لاننا حاليا فاش جمعنا لان الرؤيه اتضحت. اي رؤيه؟ لاننا في بادئ الامر كنا كنشوفوا ماشي كنا بعاد على 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 فريق الوداد الرياضي. كنا حاضرين، كنا ديما حاضرين في لي غادان، علاش؟ لاننا كنشجعوا فريق الوداد الرياضي، وكانت كتبان لنا على ان البطوله ممكن ناخذوها. في بادئ الامر ما كانش كتعجبنا السياسه ديال اكرم، او لا ما كنقولش، اسمح لي، ما كنقولش ما نبقاش نجبد الاشخاص. انا كنجبد هذاك الكوميتي كله. ما بقاتش كتعجبنا السياسه ديالها في الاول، بالنا في البيع ديال بوبلي، لان الوداد غادا تقدر تمشي تاخذ البطوله غير ذلك. سكتنا لان كنا كنشوفوا بواحد عين حكمه وتبصر، لان فريق الوداد الرياضي يقدر يدي البطوله الى غير ذلك، ونشاركوا في يعني في المحافل الدوليه الى غير ذلك. حنا حاليا سيستيماتيك مو بان البطوله، لان ما بقاش ممكن ان ندير البطوله. هذا هو الامل الوحيد اللي كان ممكن ان ديروا، ولا شيء زعما الشيء الجميل اللي كان الايجابي اللي ممكن كانت ديروا هذا الكوميتي هذا من هنا حتى لاخر العام. واخا يكون ايجابي كان خصها تمشي، لان وصل الوقت ديال التغيير. لو برينتون ودادي راه وصل، لاننا حنا كوداديين ما منتمين حتى شي جهه. بان لنا على ان خاص التغيير. هذاك التغيير ما يمكنش نبقاو نتسناو غادي يجي من عبث، لان خاص نديروا اون سيغتان بريسيون. علاش؟ على قبل لو بروفيل ديال لو فيتور بريزيدون ديال الوداد ولا كوميتي ديال الوداد. لان بالنسبه لنا حنا ماشي مع الشريبي او مع اكرم او مع اكس او ايكغيك، حنا مع لو بروفيل ديال لو فيتور بريزيدون. خصو يكون قادر على انه يرجع الوداد الامجاد ديالها والايماج ديالها. لان باش نرجعوا الوداد، لان الوداد حاليا التاريخ ديالها في محك، التاريخ القديم للوداد راه في محك. خصنا تكون عندنا واحد 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 الجراه، واحد القوه، اننا نديروا واحد 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 لوتو كريتيك، ونحاولوا نوصلوا لواحد النقطه لاننا نغيروا فيها، او واحد الحركه او لواحد التغيير انا نوصلوا فيه. وصل الوقت ديال التغيير الجذري في فريق الوداد الرياضي. باسكو نلخصها في كلمه واحده، بركه من هادشي. حاليا التكتل اللي كيتكون من شباب لا منتمين مستقلين، ووصلوا لانهم وضحت عندهم الرؤيه، لان خاص التغيير الحقيقي. والتغيير هذا ما يمكنش غادي يجي من عبث، غيجيب اون سيغتان بريسيون. خاص كلشي يكون واعي ويكون كونسيون بهذه المرحله اللي كدوز منها الوداد. حنا ماشي مع اكس او لا ايكغيك، حنا مع لو بون فيتور بروفيل ديال الوداد، ديال بريزيدون ديال الوداد. ها كيفاش خصو يكون؟ وي سمعت التكتل، واش هو بسند قانوني مثلا عنده لي ستاتي ديالو بي في، ولا غير مجموعين؟ ملي كنقولوا تكتل، الكلمه راه كتشرح النفس ديالها. حنا ملي كنقول تكتل، كما قلت، ان حاليا الوقت ما بقاش كيسمح بانك دير واحد لورغانيزاسيون اوفيسيال وجوريديكمون اوفيسيال. لان ملي كنقول تكتل، راه جمهور فريق الوداد الرياضي، لان جمهور عندك صفه احسن من جمعيه، واحسن بزاف ديال الحوايج، لانك محب ديال فريق الوداد الرياضي. هذه راه صفه كنظن على انها غتكون احسن من اي صفه اخرى ممكن انك تعطاك داخل الجمعيه. لان رئيس او واحد كوميتي او لعاب كيحب الوداد، راه كيبقى محب للوداد الرياضي، لان هذا هو العمله الصعبه في هذه العمليه كلها.